وهاي الوصفة اليوم اللي راح نعملها فقط للشعر التالف والمحروق، محروق بدرجة 100%. الطريقة اليوم اللي راح أعطيكم إياها رائعة جدا جدا وسهلة وبسيطة، ومكوناتها موجودة بكل بيت. هاي الطريقة لو سويتيها مرتين بالأسبوع خلال أسبوع واحد راح تشوفين فرق 80%. طيب احنا باسبوع واحد راح نشوف 80%، طيب اذا سويناها شهر كامل راح تشوفين تغيير كامل للشعر. شو راح نسوي حبايبي؟ وتحتاجه كل اخت انها مداومة على صبغ الشعر. اهم شيء تاخذين موزاية مو نقول خربانة، لا مستوية كثير كويس. باعوا شو راح تسوين حبيبتي؟ تاخذين فقط موزاية واحدة فقط، تاخذين موزاية واحدة فقط وتحطيها بالخلاط. بعديها شو بتسوين حبيبتي؟ بعد ما تحطيها بالخلاط وتنخلط وتصير مثل كريمة، بتجيبين بيضة كاملة، بيضة كاملة تخلطيها معاها كثير كويس حبيبتي، كثير كويس تخلطيها، وتحطين من أي بلسم عندك للشعر، أي نوع بلسم عندك للشعر حطي ملعقة كبيرة معاه، وحطي معاه زيت الزيتون، زيت الخروع، اي زيت ملعقة كبيرة من اختيارك. كل هذا ينخلط مع بعض وينحط على شعر فقط مبلل، مو مبلل كثير، رطب هيك شوية، حتى لو بالبخاخ تبخين شعرك اذا كان ناشف بالمي. بعديها تحطين الكريم، هذا الكريم بعد ما تحطيه سكري شعرك، سوي مثل الكعكة هيك لفيه، وحطي كيس نايلون وحطي فوقه فوطة، واتركي اقل اشي ساعة ساعتين. بعد مرور ساعة او ساعتين راح تغسليه وراح تشوفين الفرق ان شاء الله من اول اسبوع. اتمنى انه هذا الفيديو ينال رضا الجميع، واتمنى منكم انكم تدعمونا باللايك والشير والاشتراك، ومع السلامة.